مشاهدينا، يقام حاليا في إمارة أبو ظبي وعلى مستوى المنطقة بالتعاون مع مجلس أبو ظبي للتعليم إدخال برنامج حكمة للتربية والعناية الصحية على بعض المدارس الثانوية، واللي تنفذها كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعاهد التكنولوجيا التطبيقية. نعم، ومن اللافت للنظر بأن برنامج حكمة للتربية والعناية الصحية قد وجد إقبالا كبيرا من الطالبات عليه، نظرا لما يتميز به من أسلوب مبتكر وسهولة في تقديم مواده. وعن هذا الموضوع فريق برنامج صباح الإمارات أعد لنا هذا التقرير حول برنامج حكمة. خلونا مشاهدينا نتكلم عن برنامج حكمة اللي هو خاص بالتربية والعناية الصحية مع ضيفنا بالاستديو الدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في أبو ظبي. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. يعني مثل ما سمعنا حتى عيبنا الجملة اللي قالتها الأخت الأخيرة، أن برنامج حكمة هو مش برنامج منهج تعليمي، هو منهج حياتي. برنامج حكمة تكلمنا عنه وتعرفنا عنه بشكل مختصر كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج حكمة هو برنامج في الرعاية الصحية والتثقيف الصحي، يهتم بطالباتنا في مراحل عمرية مبكرة، وهذه مبادرة أطلقتها كلية فاطمة للعلوم الصحية بالتعاون مع مجلس أبو ظبي للتعليم، والهدف هو تعريف البنات بالجانب التطبيقي للعلوم الصحية وهم على مراحل عمرية مبكرة ابتداء من الصف العاشر. الهدف عن البرنامج بشكل عام ان توفير هذا النوع من التعليم لطالباتنا وتحفيزهم على بالمجالات الصحيه وتعريفهم بمدى تطبيقاته والاستفاده منه، مش مجرد كتب نظريه تتعلمها الطالبه في الفصل. فلهالسبب المناهج الدراسيه وضعت على مستوى عالي مرتبطة بجانب تطبيقي بشكل كبير، وشكل كذلك تحفيزي للطالبة بحيث أن المنهج ما يكون ممل ومش مجرد حفظ. نعم، طبق المنهج أو برنامج حكمة على عدد من المدارس في الدولة، هل تنوون تعميمه على جميع المدارس الحكومية والخاصة أيضا لتعود الفائدة على الجميع؟ نحن بدينا كبايلوت ستدي، كدراسة مبدئية، على 6 مدارس في حكومة أبوظبي. المدارس النموذجية المعالي ومدارس القادسية ومدرسة المواكب في أبوظبي، وكذلك الدانات والبادية ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، كبداية لوضع المنهاج في المراحل الأساسية، على أمل أن هذا البرنامج يطبق على كافة مدارس في أبوظبي في السنوات القادمة بإذن الله، لأن هي فرصة حقيقة متميزة، ومثل ما قلنا تعطي فرصة للطالبات للتعرف على هذا النوع من التعليم وهم في مراحل الثانوية قبل وصولهم إلى المرحلة الجامعية. حبيت خبرنا أكثر عن إيجابيات تطبيق هذا البرنامج في المعاهد والمدارس. الإيجابيات كثيرة. أول شيء البنت حتى اللي ما لها رغبة في المستقبل تكمل في مجالات العلوم الصحية يكون عندها المبادئ الأساسية في التعرف على تطبيقات هذا البرنامج. أول شيء الجانب الصحي مثل ما ذكرت الطالبة هو منهج حياتي أكثر من مجرد منهج تعليمي، يتعلق بجوانب كثيرة، جوانب اجتماعية، جوانب نفسية، يتعلق في المبادئ الأساسية في التعامل مع حالات بسيطة. معظم طالباتنا باكر إن شاء الله بيكونون أمهات وربات البيوت، التعامل مع حديثي الولادة يكون موجود عند الكبار في السن في البيت، الرعاية بالمسنين كذلك مهم. الجوانب الأساسية الإسعافات الأولية، مبادئ السلامة والطوارئ، المبادئ اللي نقول عنها المفروض أي بنت تكون عندها هذه المهارات في هذه المرحلة وتقدر تستفيد منها في المستقبل. طبعا إضافة إلى ذلك الجانب الإيجابي هو استقطاب البنات في هالتخصصات. نحن عندنا نقص كبير صحيح. في مجالات العلوم الصحية، في مجالات التمريض، في مجالات الطب، فإن نقدر نستقطب بناتنا وهم في مراحل عمرية مبكرة للالتحاق بالتخصصات العلمية في مجالات العلوم الصحية ويتعرفون عن قرب وعن كثب بما يتطرح هذه البرامج من مناهج، وبالفعل تكون لهم الرغبة والحافز أنهم أول ما يخلصون من الدراسة الثانوية يلتحقون هذه التخصصات في الجامعات أو الكليات. يعني دكتور عبد اللطيف، نقدر نقول أن برنامج حكمة هو منهج مصغر أو مقدمة للعلوم الصحية؟ تقريبا تقدرين تقولين كذي. ها هو منهج مبسط لهالفئة العمرية، تعريف البنات بالجوانب التمريض والتطبيقات الصحية، يؤهلها كذلك إلى ممارسة بعض الجوانب التطبيقية في مجال العلوم الصحية مثل التمريض بأسلوب أساسي. بسيط. تقدر تعطي إبرة مثلا؟ لا، ما توصل لهذه المرحلة، يعني خلنا نقول يعني
المبادئ الأساسية أن أهلها تكون مساعد ممرض أكثر من أن تكون ممرضة نفسها. نعم. يعني نحاول دائما نربط المنهاج بالمخرجات الأساسية. نحن نعتمد على المهارات في طبيعة تدريسنا على فكرة في كل معاهد التكنولوجيا التطبيقية الموجودة في الدولة هي الأساس. نعم. نحاول نعلم المهارات الأساسية للطالبات أنها الأمور اللي ممكن تستفيد منها واللي تقدر تمارسها بشكل مبسط. نعم. وتكون مرتبطة بمخرجات حتى على مستوى انترناشنال على فكرة يعني. نعم. حتى نحن نسعى حاليا من خلال هذا المنهج بإعداد وأن تكون له مخرجات تؤهلها أن تكون مساعد ممرضة مثلا في المستقبل عندها المبادئ الأساسية بس مش مستوى ممرضة طبعا. تبغى الدراسة أكثر تمريض من خلال تطبيقهم سيد عبد اللطيف لبرنامج حكمة، شو التحديات والصعوبات اللي تواجهونها في المستقبل هني أو اللي تشوفونها حاليا؟ هو منهاج متميز بكل أمانة، يعني ما يوجد منهاج مثل ما يقولون off the shelf ناخذه ونطبقه بين يوم وليلة. المنهاج يجب إعداده من خلال كلية فاطمة، من خلال إدارة المناهج الموجودة في معاهد التكنولوجيا التطبيقية، وضع كذلك الضوابط اللي هي الخاصة في بيئة مجتمع دولة الإمارات. حلو، بمعنى التحديات والصعوبات اللي تواجهكم حاليا، ممكن استقطاب طالبات مثلا تشوفونها صعوبة لين الحين ما حد تقبل من الطالبات أو تقدرون؟ بالعكس، المنهاج المطبق في المدارس الحالية وجدنا إقبال كبير من الطالبات المدارس الأخرى للالتحاق بهذا البرنامج. حلو. فاهتمام الطالبات موجود، اهتمام المدارس بطرح هذا البرنامج للطالبات موجود بشكل كبير. العملية كلها إعداد المناهج اللي تتواكب مع مجتمعنا ومع بيئة دولة الإمارات أنها تتناسب مع أعمارهم، لأنه مثل ما تفضلت شمس قبل شوي أنه مستوى متقدم، فكيف نبسطه أن الطالبات يقدرون يستوعبونه بشكل مناسب يعني في هالمرحلة العمرية. هو بصراحة يعني البرنامج ملفت جدا، يعني أحسه فعلا مثل ما البنت اللي في التقرير الآخر فده قالت أنه منهج حياة. هذا بيخليني أسألك، يعني رغم أنه تو البرنامج جديد، بس هل تنوون في المستقبل تطويره وإدخال مناهج جديدة بخصوص هالموضوع، يعني تهتم بمواضيع الصحة؟ نحن في المستقبل نأمل أن نقدر نرجع إلى مراحل عمرية مبكرة أكثر من الصف العاشر. إحنا بدينا من الصف العاشر. أيه؟ نأمل أن في المستقبل نبدأ نطرحها من الصف السابع حتى للطالبات. أيه؟ من المرحلة الإعدادية. أيه؟ لأن الطالبات في هالمرحلة يتعلمون المبادئ الأساسية على فكرة من مواد الأحياء والكيمياء وغيرها. صح. لكن تطبيقاتها ما يلمسونها، ما يشوفونها موجودة. نعم. فالبرنامج حكمة يعطيهم فرصة لهذا المجال من التطبيقات، ويحاول يعني تكون من ضمن مثل ما تفضلت منهج حياة بالنسبة لهم، يتعلمونه في هالمرحلة ويحاول يكون جزء من يعني عامل أساسي في حياتهم وفي مهاراتهم اللي هم يستخدمونها. هني شو يختلف مسار التكنولوجيا والعلوم الصحية عن برنامج حكمة في معهد التكنولوجيا التطبيقية؟ طبعا في معهد التكنولوجيا التطبيقية نحن عندنا مسار اسمه مسار مثل ما تفضلتي العلوم الصحية والتكنولوجيا والعلوم الصحية. المسار هذا يركز بشكل أكثر على مواد متقدمة خلنا نقول في العلوم الصحية، يعني يعرف الطالبة بشكل أساسي اللي احنا طارحينه بس للطالبات في المرحلة الحالية. أيه. على مواد مثلا تكون في الكيمياء الحيوية، على مواد في علوم الأمراض، على مواد متقدمة أكثر الطالب العادة ما يتعرف عليها إلا في المراحل الجامعية. برنامج حكمة فقط يوجد بواقع حصتين في الأسبوع، في حين برنامج العلوم التكنولوجيا الصحية في معهد التكنولوجيا التطبيقية يطبق بحوالي 10 حصص تقريبا في الأسبوع من 40 حصة، يعني تقريبا ربع البرنامج. فالطالبة خريجة هذا البرنامج في معهد التكنولوجيا التطبيقية طبعا بتكون لها تميز أكثر من الملتحقين بس في برنامج حكمة، بحيث أنها عندها عمق أكثر وتخصص أكثر في المجال يؤهلها بشكل أفضل حتى للالتحاق بالتخصصات العلوم الصحية أو الطب أو التمريض في المستقبل وغيرها في المجالات. ليش اختصت الطالبة بس بهالبرنامج؟ ليش اختصت الطالبات؟ يعني ليش ما اخذتوا البنات والبنين؟ يعني نحن فكرنا فيها الجانب التمريض، يعني حتى التمريض ليش بس البنات؟ يعني صح، بالفعل صح كلامك. نحن على فكره في كليه فاطمه العلوم الصحيه عندنا طلاب في مجال التمريض. ايه، ما ادري ايش الناس تستغرب يعني انه يكون في ممرض، يعني في موجودين حتى يمكن عندنا طلاب. يمكن لان دائما التمريض يباله جانب من العاطفه تلقونه في البنت اكثر، هو اقباله اكثر من البنت من الطلبه يعني. ولكن لا يمنع ان هذا الجانب كذلك موجود للذكور، وحاليا موجود عندنا عدد من الطلاب في كليه فاطمه يدرسون تخصص التمريض. البدايه ان نطرح للطالبات
يعني عشان تشوفون الاستيعاب استيعابهم للبرنامج، تقبلهم للبرنامج اكثر نلاقي من الطلاب، هذا ما في شك يعني بشكل اساسي. طبعا ما يمنع الفكره ان في المستقبل انها تعمم الفكره بشكل اكبر للطلاب، وهذا المجال دائما مفتوح امامنا. كلمتك الاخيره سيد عبد اللطيف. والله انا اقول معهد التكنولوجيا التطبيقية ومع كلية فاطمة العلوم الصحية دائما عندنا مبادرات مستمرة في المعهد، ودائما نحاول نسعى إلى توفير نوع من التعليم محفز للطلبة ولطالباتنا، نوع مختلف تماما مش من نوع الممل. ومن خلال هذه المبادرات اللي تسعى دائما المعاهد إلى توفيرها تحاول يعني تغيير موازين التعليم بحيث أن التعليم يكون له متعة له إثارة. فالكلمة دائما أوجهها أن هي فرصة للطالباتنا الاستفادة من هذا البرنامج والالتحاق به، وكذلك إن شاء الله على أمل أن نعمم هذه الفكرة لمدارس أبو ظبي الباقية. نعم بالفعل أنا فكرة وايد فكرة حلوة وممتعة، وأكيد أنتم يعني لابد ما دام وصلتوا اليوم لهالمستوى أكيد أنتم تخطيتوا كثير من الصعوبات. يمكن حتى شمس في بنات يشوفون يمكن حتى حبوا البرنامج حبوا أن يلتحقون، في شروط تشرطونها على البنات اللي يحبون أن يدشون برنامج حكمة؟ البرنامج مطروح للمدارس الموجودة، فالمدارس هي اللي تقرر طالبات اللي يلتحقون في البرنامج. يعني حاليا يعني مش معمم مثلا على كل الصف العاشر؟ يعني مثل التربية الإسلامية مثلا كل الطالبات في الصف العاشر، كل بنات الصف العاشر بالفعل يلتحقون الموجودين في المدارس اللي حاليا تخضع لتطبيق هذا البرنامج. فالبرنامج موجود من خلال المدارس الموجودة عندنا حاليا في إمارة أبو ظبي. إن شاء الله يعمم أيضا على كل المدارس وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا طبعا في نهاية اللقاء الممتع لا يسعنا إلا أن نقدم خالص التقدير والشكر لضيفنا الكريم الدكتور عبد اللطيف الشمسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية. شكرا جزيلا لوجودك معنا في الاستديو.